الإنسان المنضبط، الإنسان المدرب، الإنسان المؤمن، الإنسان التقي في ميدان القتال وفي ميدان المعركة وفي ميدان التدريب المتواجد المنضبط هو أفضل من ألف. ترجل البطل الحميري في لحظة حاسمة، غادر المعركة مخلفا فراغا في القيادة التي تعني العزم والمبادرة والإقدام. رحل اللواء أركان حرب عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة شهيدا، وعزاء الذين حزنوا اليوم لرحيله أنه خلف قصة تستحق أن تروى وأن تستلهم. مر الشدادي من هنا، من هذا الطريق الذي سلكه ذات يوم من شهر سبتمبر عام 1962 بطل الجمهورية الأول الشهيد علي عبد المغني. هي ذات الطريق والهدف ذاته أيضا، إنه الدفاع عن الوطن والدولة والجمهورية والوحدة، أصدأ البطولة ورجولة والإقدام تعج بها قصة اللواء الشدادي منذ سبعينيات القرن المنصرم وحتى لحظة مغادرة دنيا الناس شهيدا. في 2011 وضع القائد الشهيد الذي كان يتبوأ منصبا مرموقا في الحرس الجمهوري المنحل أمام اختبار صعب بين الانحياز للتراتبية العسكرية وبين الانتصار للمبدأ وللشرف العسكري، فاختار ما يختاره الأبطال. كانت المهمة التي أسندت إليه هي تطويق ساحة التغيير في صنعاء تمهيدا لاقتحامها بكتيبتين من اللواء 72 حرس جمهوري. وكقائد نزيه ووطني محترم اختار الانحياز للشعب والذود عنه، وحينما كان يتسابق القادة العسكريون للمشاركة في مشهد الانقلاب اختار اللواء الشهيد خندق المواجهة متعاليا على كل الإغراءات، وبعزيمة لا تلين استطاع أن يجعل من المنطقة العسكرية الثالثة أول تشكيل قتالي كبير ينخرط في معركة الدفاع عن الدولة. وماذا بعد؟ إنها قصة بطل اختار الحضور في الصفوف الأولى على مشارف التضحية والشهادة، فنال الأشرف والأرفع ليكون الأكرم منا جميعاً.